السلام عليكم أعزائي الطلبة. محاضرتنا لهذا الأسبوع هي Different Designs of Slides، ونقصد بها إضافة التنسيقات إلى الشرائح. أعزائي الطلبة، تطرقنا سابقا أنه عند إنشاء New Presentation سوف تظهر السلايدات بهذه الصورة بيضاء خالية من أي تنسيق. ولإضافة التنسيقات هناك طريقتين. الطريقة الأولى هي كليك ذا ديزاين، سوف تظهر مجموعة من التنسيقات الجاهزة، نختار التنسيق الذي نرغب به. انظر عزيز الطالب، لو نقرت ليفت كليك على أي تنسيق من هذه التنسيقات سوف يطبق التنسيق على جميع الشرائح. ولكن إذا أردت أن يكون التنسيق فقط على الشريحة المحددة في هذه الحالة، يجب أولا أن تحدد الشريحة التي ترغب أن يكون التنسيق فقط لها، بعدها تختار التنسيق الجاهز، تقف عليه وتنقر رايت كليك وتختار Apply to Select Slide. في هذه الحالة سوف ينفذ التنسيق فقط على الشريحة المحددة. كما تلاحظون أعزائي الطلبة، نفذ التنسيق فقط على السلايد نمبر 2. طلابي الأعزاء، التنسيقات الجاهزة هذه تتم على الشريحة والأشكال والرسومات والقصاصات والصور وكل شيء داخل الشريحة، ينسق بالتنسيق الجاهز الذي اخترته. الطريقة الثانية هي النقر على أي مكان فارغ داخل الشريحة. ننقر رايت كليك ونختار فورمات باك جراوند. سوف تظهر لنا نافذة تحتوي على الخيار فول، ونقصد به التعبئة، ولكن التعبئة في هذه النافذة تكون على عدة أنواع. أولا الخيار Sort Full، عند تحديد هذا الخيار ونقصد به التعبئة الخالصة أي لون خالص، أولا نحدد اللون الذي نريده أن يكون خلفية إلى السلايد، ثم نحدد درجة سطوعه بالدرجة التي نرغب بها أن تكون. عند النقر على Apply to All سوف ينفذ هذا التنسيق على جميع الشرائح، ولكن عند اختيار الخيار Close سوف ينفذ فقط على السلايد المحدد. ننقر رايت كليك وفورمات باك جراوند ونذهب الى جريدنج فول، نختار الخيار جريدنج فول. لاحظوا اعزائي الطلبه، عند تحديد هذا الخيار ونقصد به تعبئه متدرجه اي لون متدرج لونين او اكثر، نختار التدرج الذي نرغب به، لون التدرج نختار اللون اولا، بعدها نختار شكل التعبئة نفسها بأي شكل نرغب ان تكون التعبئة، نختار الشكل الذي نرغب به، بعدها نحدد اتجاه التعبئة، نحدد الاتجاه بالدرجة
الدرجة التي نرغب بها أن تكون تجاه التعبئة. نعم، من اليمين إلى اليسار، من اليسار إلى اليمين. بعدها نحدد السطوع والتباين. بعد تحديد جميع هذه الأمور بالدرجة التي نرغبها، أما نختار Apply to All فينفذ على جميع السلايدات، أو نختار Close فينفذ على السلايد المحدد فقط. رايت كليك، لا عفوا، رايت كليك وفورمات باك جراوند، نختار الخيار Picture or Texture Fold ونقصد به تعبئة صورة أو مادة. ولاحظ عزيز الطالب أنه بمجرد اختيارك لهذا الخيار تغيرت الشريحة على شكل أول مادة، ونقصد بالمادة هي شكل مثل القماش أو قطعة الخشب أو ما شابه ذلك. فعند مجرد اختيار Picture or Textful اختارت أول خيار تعبئة موجودة ضمن الخيارات تعبئة المادة. نختار التعبئة التي نرغب بها أن تكون، على سبيل المثال نحددها ونحدد درجة سطوعها لكي نرى محتوى الشريحة بوضوح، فنحدد درجة السطوع، فنختار أما Apply to All فنتنفذ على جميع السلايدات، أو نختار Close فينفذ على السلايد المحدد فقط. رايت كليك، فورمات باك جراوند. إذا أردنا أن تكون التعبئة عبارة عن قصاصة فنية، في هذه الحالة نختار القصاصة التي نريدها ثم نختار أوكي. بعدها نحدد إذا أردنا نقرب الصورة من الدرجة تقريبا من الاتجاه left or right، أما من الأعلى أو الأسفل، يعني بالدرجة التي نرغب بها أن تظهر القصاصة في محتوى السلايد، ونحدد درجة السطوع بالدرجة التي نرغبها. بعدها نختار أما Apply to All فتنفذ على جميع السلايدات، وأما Close فتنفذ على السلايد المحدد فقط. رايت كليك ونختار Format Back Ground. بعدها إذا أردنا أن تكون التعبئة عبارة عن صورة، في هذه الحالة نذهب إلى خيار Files، ننقر على Files ونذهب إلى Picture ونحدد الصورة التي نرغب بها. على سبيل المثال نختار هذه الصورة، بعدها نحدد درجة السطوع المطلوبة للصورة التي اخترناها، فنختار أما Apply to All نتنفذ على جميع السلايدات، أو نختار Close لتنفذ فقط على الشريحة المحددة. انتهت محاضرتنا لهذا الأسبوع، تمنياتي لكم بالتوفيق.